أبدع عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر فخره بتحطيم الرقم القياسي لهدافي الدوري السعودي في موسم واحد وتتويج فريقه باللقب على حساب الهلال، وانتزع النصر اللقب بعد تصدره جدول البطولة برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف الهلال، كما أن حمد الله رفع رصيده إلى 34 هدفا لينتزع لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي في موسم واحد. وقال حمد الله في تصريحات صحفية: من الشرف لي اللعب في الدوري السعودي وتحطيم الأرقام القياسية، هذا جاء بفضل اللاعبين الذين ساعدوني كثيرا. وأضاف: هز الشباك 34 مرة في الدوري، أمر صعب للغاية مع قوة المدافعين. أفضل هدف سجلته كان الهدف الثالث في مرمى الاتفاق لأنه غير من مجريات البطولة. وتابع: الدوري السعودي صعب خاصة مع تواجد 8 محترفين أجانب لكل فريق، الباطن كان خصما قويا وقاتل أمامنا حتى انتصرنا عليه بنتيجة 2-1. ونوه: المهاجم يخطف الأضواء دائما لأنه هو من يسجل الأهداف، جمهور النصر عاشق ومحب لكرة القدم. وأهدى حمد الله اللقب المحلي لوالدتي التي حضرت لمتابعة لقاء النصر أمام الباطن.